Bonjour tout le monde, bonjour les filles. Aujourd'hui, on va travailler avec le PASAP. Voilà, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo, ou bien ce nouvel motif. Voilà, c'est quelque chose de nouvel. Le fil de machine à coudre sur machine PASAP. Donc aujourd'hui, j'ai mélangé quatre fils, cinq fils différents. Donc j'ai pris trois pelotes de fil de machine et un coton, celui-là, ça c'est pour broder, pour faire les napperons ou bien pour faire les napperons à la machine. Ça c'est un fil un peu plus gros que le fil de machine à coudre. Et j'ai pris un fil de satin, donc un fil de satin, tous les fils de satin en fait ça passe. Voilà. Et à chaque fois que vous faites un fil de satin, faut le passer dans cette filet, de ce filet comme ça, de ce petit filet. Comme ça, il va pas faire les nœuds. Donc moi, je fais ça et je travaille à cette façon. Voilà. Et aujourd'hui, je vais faire juste un motif très très joli avec le mélange de fils jaune, rouge, blanc. Et le satin, c'est jaune. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum aya fi hadha al-video. Jdid, inshallah tkounou bikhir wa ala khair. Wa hadha al-video yalqakoum bikhir. Hadha talab min talab al-akhawat. Bghit ndir al-bandana li dirtha ta' al-eid. Bghit nwaddah bash dirtha. Hadha al-bandana dirtha bil-khayt ta' al-mashina ta' al-khiyata. بالخيط على الماشينه تاع الخياطه العادي هكذا درت ثلاثه تاع درت انا اليوم هذا الموتيف تاع اليوم درتو شويه في افتراق على الاخر ولكن يخرجوا كيف كيف درت ثلاثه تاع الاخرين كيما هاك بكباب كيما هاك وواحده كيما هاك هذا كيما هادي هذه تاع القطن ولكن شويه غليظ يعني نديرو به لي نابخون تاع الكروشي هادو البنات كاين لي بنات يخدمو بيه الكروشي ودرت الساتان اللي موالف نديرو الحرير اللي موالف نديرو بيه اللي وريتلكم صفر اللي شريتو قلتلكم شريتو من الوهران هذاك الحرير مازال فيه باكي بوحدة دير بزاف يعني ما تكملش فيها بزاف ولكن السر تاع هذا الحرير وهذا الخيوط لازم تبعديهم على بعضهم بعض ديريهم في الارض لما ما تخدمي مثل في اي ماشينه في ماشينه باساب ولا سنجار ولا تحطيهم في الارض وتبعديهم كل واحد على اخوه ما تقربيهمش الاخر خاطرش ما يتق... يت... ما من يتقرب دا يلصق في ذا ويتخبل كيما شتي من نشوفوا الوزين تاع الخيوط من نشوفوا الوزين تاع الخيوط نشوفهم مبعدين الخيط على اخوه هذا هو السر باش ما يتخبلش الخيط في الماشينه وهذا الزواقه هذه ولا هذا البندانه اليوم ما بغيتش ندير بندانه كامله ولكن ندير حاجه غير صغيره وانتوما ديروا البندانه من 55 حتى ال 55 هنايا كاين 50 هنايا وكاين 50 هنايا فيه الماشينه تاع باساب انتوما ديروا 55 ولا كل وحده مثلا تعبر على راسها تاع بالمتر ودير بالمتر يعني دير 55 55 منها و 55 منها ولا دير تعبر بالمتر على راسها كل وحده وراسها انا يا راسي انا جا على 55 على 55 احنا قد البوني تاع البوني قد البوني فوالا هذه هي وهذا الزواقه هذه اليوم درتها العيار درتها خمسة ربعة ونص من كل جهة ربعة ونص ربعة ونص من كل جهة ربعة ونص ربعة ونص من كل جهة ودرت من الان ومن الان الان اكس ومن الان اكس ومن بعد ندير زوج دوار مع الاكس 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 وندير هنا ندير الا من جهتي هنايا ندير الا هنايا نخلي الان اكس الان سي باردون اسكوزي مو سمحوا لي الان سي من هذه الجهه ندير
ان سي، هذا ما يتحركش والعيار من هالجهة ما يتحركش. وهنايا من جهتين ندير ال ا ونولي نخدم زوج دوار بال ان وزوج دوار بال اكس. وهنايا العيون اللي درت واحدة على واحدة، هنايا راكم، هنايا راكم تشوفوا في هذا المكان، هنايا هنايا نطلع البوسوارة الاولى، وبعد نحسب ثلاثة تاع البوسوارات ونطلع واحدة اخرى، ثلاثة تاع البوسوارات ونطلع واحدة اخرى، هي هكا حتى نكمل وراني باين نكمل. المهم خدميها كيما هاك، ما ديريش ديريهاش صعبة باش هكذا كتبان لك تخرج لك. وكاين اخت من الاخوات قالت الماشينة الباصاب ما فاتت لهاش الحرير، نقولها ديري غير بسياسة هاك، عارفة الخيط تاع الحرير ملاخر شوية شوية صعب باش يفوت لك في الماشينة، لازم الواحد يدير غير بشوية، فوتي غير بشوية بشوية، فوالا هذه فوتي غير بشوية وساع فيه، يعني هو الخيط تاع الحرير يتساعف اي في اي ماشينة ماشي غير في الباصاب، ساع فيه يفوت. والسر تاع الخيط باش يفوت لازم ديريه كبة بعيدة على كبة، ما ديريهمش هكا كيما راني، كيما راكم تشوفوا كيما هكا، شوفوا كيما هكا، شوفوا راني مبعدته كاع على هذه على هذه، ما حتى وحده ما راهي مقربه على وحده، ودارتهم في انا مثلا دارتهم في كل وحده في في قوطي مثلا، في قواطه تاع تاع الكونسيرف هذوك، دايره كل كبه في قوطي قوطي اري. وهذه هي وسهله كيما قلت من ا، من بعد نولي ندير زوج زوج توا زوج دورات بالأ بالإكس وزوج بالأن. بغيت نخدم هذا الزواقة كيما هكا، وديري العيار على 4.5 ما تكثريش هذه، وخدمي بالسياسة ولا 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 هذا لي زابيسور ديري الكحلين هذه، وهذه هو ان شاء الله تخرج. ها يا بسم الله شوفوا، ها راني نخدم قدامكم، راني نخدم قدامكم، والحرير هاو قدامكم، زعما ماشي حاجة باش ندس عليكم ولا 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 تقول لك دارت حاجة محسومة ورتلناش ولا. هذه زوج بالإكس وزوج بالإكس، حاجه ثانيه ديري ديري المشطه، ديري المشطه وديري الثقالات، المشطه والثقالات باش الخدمه تقبض لك التحت، باش ما ترجع لكش الصوف الفوق، لخاطر الحرير والخيط خفاف ماشي كيما الخيط تاع الصوف. هذه زوج زوج دورات بالاكس، شتي مي تخدمي غير هكا ساع فيه ساع فيه، خدمي غير بشويه، سختو مي تبغي تخدمي صدر ولا تخدمي حاجه تاع تاع باندانا ولا اي حاجه سهله، زعما هذا الحرير ما غاديش نخدمو به كل يوم، غير تاع صيف، غير تاع صيف حوايج شابين هكا للصيف. شوفوا راني نخدمو قدامكم، شوفي الحرير راه يفوت. البنت اللي قالت ما يفاتليش الماشينه تاعي بغات تهرس، قولها فوتي غير بس يا ساع فيه الخيط هذا تاع الحرير ساع فيه، ما تقلقيش كيما راكي راح تفوتي الصوف، الصوف وحدها والحرير وحده كيما يقول الخيط الحرير يا عمري. وإلا كان ما درتيش مثلا تبغي تخدمي غير جيرزي، تبغي تخدمي غير جيرزي يفوت لك عادي 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 كاع، ما كاش حاجه ما يجيكش صعب خلاص، وده هو ديري العيون كاع من الجهه. تبغي ديري حاجه ديري مثلا عبايه صغيره تاع بنت صغيره ولا صدر تاع تاع عبيه ولا حاجه، ديريه بالجيرزي يخرج لك عادي شباب تاع الصح، يعني ما كاش مشكل في هذا في هذا الحرير يخدم تاع الصح، يعني غير الواحد يساعفو شويه، ديري رجعيه مثلا العيون هكذا كرجعي غير بالسياسة. المهم شوفي كل حاجة لازم واحد يسعفها، كل واحد يعطي حاجة على حسب عقلها كما احنا نقولو، كل واحدة على حسب تسعفيها على حسب عقله، هذا نسعفوه على حسب عقله.
شتي حتى البني ادم وواحد كل واحد ساعة فيها على حساب عقله، واحد يحمل الزعاف وواحد ما يحملش. هذا هي الخيط، هذا الخيط الحرير ما يحملش الزعاف، المهم سعفوه، حنا سعفوه على حساب عقله كما قلت لي. فوالا هكا بالسياسه، هكا دوري كاع العيون بالسياسه وتخدمي جرجع عادي عادي عادي، تخدمي به الجرجع عادي. الا بغيتي مثلا ديري به عبايه تاع امازير، انا غير هذه فكره، ديري به العبايه تاع الامازير ديري بها عادي ما كاش مشكل، خلاص تجيك شبيه بتاع الصح. غير هكا بشويه، الفيديو شويه يخرج طويل ولكن نجي نشوفو نخدمو كي نخدمو الجارزي في رحبه. نوريكم غير شويه تاع الجارزي كيما يبان شباب، يعني هذا الخيط، هذا الحرير، هذا نخدم به انايا البراسليات تاع البنات، البراسليات تاع البنات الصغيرين تاع تاع البنيات، ونخدم به البندانات، ونخدم به البندانات تاع النساء الكبارات ولا تاع الصغارات، وكل وحده ديري لها اللون اللي والم، يعني كاين اللون الابيض والاصفر المهم تيالي. ما بغيتيش ديري الحرير ديريه غير بالخيط، حتى ما ديرش به الحرير، محسوب هنا ندير الحرير باش نديرها شابه، هي كيما يقول لك المراه تجي تبغي الشبوب وتبغي نهار العيد تكون شابه وكلشي. تشري العبايه اللي هي مثلا اي كولر ودير فاني هذا الكولر معاها، ولا هذاك تشوفي هذا الكولر اللي درته اليوم يخرج مع اللباس الاسود، يخرج مع اللباس الاسود، يخرج هايل 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 تاع الامازير، ويخرج هايل. المهم تيزي وزو، ونحيي اخواتنا في تيزي وزو ان شاء الله يكونوا بخير وعلى خير. وكاين عندي اخواتات من تيزي وزو، وان شاء الله يكونوا بخير وعلى خير، وصحه رمضانكم كل، وصحه رمضان الجزائريات كل، والمغاربه والتونسيين وكل مكان، في المسلمين في كل مكان، نحييكم بمناسبه رمضان. ان شاء الله شهر التوبه والغفران. دروك نهودو كاع لي بوسوارات هكذا، هذا الجهه دروك، هذه الجهه صاي ما تخدمش، هذه الجهه اللي بتوالي نديرو جيرسي، نديرو جيرسي مع بعض. شفتي من ديري جيرسي خدمي غير بالهواء بين السماء والهواء بشويه، يعني كاع ما تقلقش هي بروحها، كنتي ماكش راح تخدمي مانطو كبير ولا حاجه كبيره، خدمي غير ديك الحويجه الصغيره ولكن خدميها غير بالعقل. خدمي غير بالعقل وتخرج لك هايله، ولكن ديريها 4.5، ما تكثريش العيون، ما تكبريش هكذاك باش العيون ما يهربولكش من 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 الكروشيات. هادي نحلو اي اون فوا فوار كيس كون افي انسامبل. غير ما نقص باسكو يخرج خيط قاصح، فوالا نتسناو دقيقتين. هذه هي الرجزة البنات، خرجت هايلة هايلة هايلة، هذه خرجت هايلة على ماكينة باساب، وأنا اختاريت هذا. شوف هذه الجهة هي اللي نديرها من في قدام من البندانة، هذه هي الجهة، هذه الجهه اللي نديرها من القدام متولي الراس بالقدام، هذه خرجت هايله. وهذا هو الحرير، قلت لكم باللي هو الحرير يفوت في الماكينه باساب.
ما كاش مشكل يفوت في اي ماشينه، ولكن تسع فيه قد ما تقدري. ها شوفي الجرزي خرج هايل هايل هايل، شفتي ما طاحوا العيون ما حتى شي، خدمته قدامكم زعما ما فيش ندس حاجه ونوريها بلا ما ندس. هذه الغرزه اللي قلت عليها البارح، هذه الغرزه المهم درتها بربعه بربعه اربع فوت اربع سطور برك. هذه كاع كيف كيف، هذه كاع كيف كيف، وهذه بالا الاول البوسوارات اللي وريتهم لكم، ولكن هذه ندير ربع سطور برك. هذه تجي بربع سطور، هذه تجي بربع سطور برك. هذه اللي نديرها متولجبها نديرها فيها، ندير فيها ربع سطور. هذا مكان، هذا مكان، وكل شيء لا حتى ولو الواحد يسعف تسعف في اي حاجه تفوت، اي حاجه مشي تاع الحرير، اي حاجه اللي تسعف فيها تمشيها في هذه الدنيا. هذه هي، وشوفوا راه قدامكم زعما ما درت لكمش الاخر، وش هو هذاك الخيط اللي بغات شي الخيط الحرير. هذا الشبيكات هذو يتباعوا عند مشي يتباعوا، المهم هذا الشبيكات هذو تاع كيما يتباعوا مع الخيط، هذو يجيو في وسط الخيط. من تجي تخدمي الخيط، من تجي تخدمي الخيط الخيط او الحرير، خيط ماشينه او حرير مثلا، ديري هكذا، ديري هك وخدمي هك باش ما يهود. من يهود لك الخيط يهود لك تحت الكبه هنا، يهود لك تحتها يلصق يلصق. ومن تجي تفوتي الشريو الشريو حتى الشريو يلصق. المهم انا هي هذه هي الحيله اللي ندير بها، نخدم بها بهذا الاخرى بهذا الشبيكات هذو. فوالا وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير. فوالا لي في جي اسبليكي كوم سبتي موتيف جي لي في سور ماشين باساب، دونك سبتي موتيف الي تري فاسيل ا فير، ان ميلانج دو فيل، un mélange de fils. J'ai fait un mélange de trois fils de machine et un coton. Le cinquième, c'est le fil de satin. Voilà. Fil de satin jaune. Voilà. Il est très joli et très facile à faire. Donc, on peut faire les hauts de petites robes. On peut faire les hauts de, pour les femmes parce qu'il est vraiment frais. C'est pas comme le comme on peut faire quelque chose pour la plage, les bandanas pour les cheveux, les bracelets pour les petites filles, c'est-à-dire on peut tout faire. Vous savez qu'il fait très chaud maintenant, il va faire très chaud, on peut pas travailler avec la laine, donc on tourne vers le coton. Voilà, et j'ai comme j'ai dit, j'ai travaillé le jersey. Le jersey, regarde comment il est bien sorti, il est très bien sorti. Il n'y a pas de souci avec la machine passable. Voilà, elle est très bien sortie. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire un petit pull en demi-manche, il peut faire un pull demi-manche, un t-shirt. Ou on peut faire des bandanas, des bracelets, des petits sacs pour des petites filles, c'est-à-dire pour décorer. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce fil de machine. Voilà les filles, j'espère que vous allez bien. Sahaftourkoum, sahabdankoum. Inch'Allah, qu'on vous bichir ou ala khir. Ou cette vidéo, il faut bichir. Ou bien, Inch'Allah, on va faire une vidéo d'autre. Sur les qaflettes, les qu'on a trouvées la dernière fois. Sur les qaflettes, les qu'on a dit à vous. Inch'Allah, on va les revenir sur la machine. Inch'Allah, bi idni rabbi. Subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, sahaftourkoum. Ou nashouya, nashat. Les bnettes, rani, choufikoum, rakdien chouya. واش هذا واش رمضان غير لكم هذا الشيء؟ نوضوا بكري كولوا في السحور شربوا القهوه حاميه ودلوا السحر مليح وتشوفوا ديروا النشاط. رمضان ما يدير والو البنات. ها هي في السلامه، نضحك معكم برك. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وصحه فطوركم وصحه رمضانكم وصحه عواشركم. العيد راه قريب ان شاء الله، وجدوا رانا قرب نديروا الكاطو دروك ساي دروك مضرح. صحه البنات المغربيات، نحييكم بزاف بزاف بزاف. كل ما عقلتش على اللي سؤال، كل وحده سالتني حاجه. وحده قالت الماشينه نظن عندها تويوتا، شرا تويوتا وقالت لي واش رايك في تويوتا. نقولها تويوتا هايله، تويوتا هايله، وكل حاجه الماشينه اللي عندها هذه الكروشيات، شتي كاع اللي عندها هذه الكروشيات وعندها هذه الشريوات هايله.
في نفسيانة هايلة. وهي الحديد يبقى حديد، هذه هي المشكلة، الحديد يبقى حديد حتى البنادم وراه يموت. حاسة الحديد حل البنادم وراه يموت، شتي البنادم ربي سبحانه وتعالى يخلقه وربي هو اللي يصنعه، ومن بعد يجي نهار يكمل يموت. الحديد ما كاش الواحد ما يديرش الاخر الافتراق ما بين الحديد والحديد، كاع الحديد كاع الماشينه اللي عندها الكروشيات هكا وتفوت هكذا، كاع هذه كاع مخير، كاع الماشينات اللي عامله فوالا، كاع الماشينات ملاح اللي يخفوا ملاح. بس خاطرش احنا بكري كنا نخدمو زمان، انا ما كنتش عمري ما نقولك الحقيقه ما خدمتش بزاف الكروشيات على اليد هذوك، ولكن شتي شحال الواحد يطول باش يخدم حاجة، شحال يطول يومين ولا ثلاثة ولا أربعة هو يخدم في ديك الفيستا ولا ديك الجيلي ولا يدير في يخدم فيها باش باش يكملها، وشحال يصعب وظهره يضرو وعنقو يضرو كلشي. بصح درك داروا لنا الماشين الله يبارك، الماشين هما المخيرين، نقول لك الصح، كل واحد كل ماشينه تجيني مخيره انايا الحقيقه، انا نبغي الماشين بزاف. هاي صديقاتي وصديقات الماشين، نقول لكم السلام وصحه فطوركم وصحه رمضانكم. أبيض.